وقد جعل الله الذين يقولون أن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة، نقول له بس كلمة ولاتي دي، كلمة ولاتي ده اسم موصول لجماعة مين؟ لجماعة الإناث. أنا نقول له هي دي. وأيضا إذا كان هذا في 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 شاب وشابة أو رجل وامرأة، هنا بيقول واللذان يأتي واللذان يأتي واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اللذان يعني إيه؟ اثنين إيه؟ رجال يعني. يبقى اكتفى رجل بأي مع رجل. يبقى المسألة الأولية لازم تكتفي امرأة مع إيه؟ مع إيه؟ مع امرأة، مفهوم؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. ليه؟ لأن هذا شر ووباء يجب أن يحاصر، يجب أن يحاصر. لأن هذا الشر إن استشرى يبقى معناها إيه؟ المرأة مع المرأة مش محجوبة، مش كده؟ تبقى المسألة تحيص ولا ما تحيصش؟ يعني مع الرجل محجوبة، يعني بنقول لا اختلاط، لا بلا، انما المرأة مع المرأة تيجي ازاي؟